دور دو تابل. شو نحكيو على البوتي وعلى الجمال. وإحنا سبق إنه تبعنا أكيد مسابقة ملك جمال تونس، وكانت بحضنا موجودة ملك جمال الوسط فوالا، نقدموا لها التحية. ونلقاو لي مسابقة ملك جمال تونس 2023 تتواصل إلى غاية 11 فيفري. ألوغ باش نشوفوا وين وصل البروغرام، باش نحكيو على سهرية الاختتام. ألوغ باش ناخذوا معنا بأكثر تفاصيل، ويسعدنا جدا أن تكون حاضرة معنا رئيس لجنة التنظيم مسابقة ملكة جمال تونس 2023 مدام عايدة عنتر. مرحبا بك مدام عايدة. مرحبا بكم ومرحبا بأهل القيروان الكل والمستمعين نتاع الإذاعة. الله يخليك، مشكورة جدا مدام عايدة اللي دخلت معنا. بيان سور باش نحكيو على تفاصيل البرنامج. شنحوال البنيات نتصور سفاتة والمغال طالع. الحمد لله الحمد لله. توا في الكونكور نتاع لي جون ستيليست، احنا ما تعرف عندنا كونكور نتاع لي جون كرياتور ستيليست تونيزيان نتاع ليكول اس مود، اي لا اوني اون بلان كونكور. هم قاعدين البنات عرضوا اي التوفيق ان شاء الله يا ربي. الوغ مدام عايده، خلينا نفكروا الناس اللي تسمع فينا، وقتاش باش تكون سهريه الاختتام والاعلان على ميس تونيزي 2023؟ باش تكون نهار 11 فيفري ان شاء الله في تونس في لو بافيون و داكور ديال ريزيدنس اللي هو البارتنير نتاعنا، ومعنا طبعا الشركة الجوية نتاع تونس تاعي اللي هي الراعي الأصلي. تخي بيان. جوست هكا بعجيلة خلينا نحكيو شوية على شنو إن شاء الله باش يتضمن البرنامج لسهرة الاختتام إن شاء الله. سهرة الاختتام باش تكون فيها سبيكتاك، يعني شو، يعني البنات باش يعرضوا رقصات اللي هما يحكيو حكاية. نحكيو حكاية هي حكاية الحب. الحب أول تابلو باش يكون الحب لتونس، الحب نتاع عديسة اللي وصلت لها الأرض هذية وعشقتها وقعدت فيها وبنت فيها أول ديمقراطية في العالم كرتاج. وبعد هذيك باش تكون أروى القيروانية، وهذه مجد القيروان أروى القيروانية اللي هي كتبت وخليت الصديق القيروان يكون موجود في تونس قبل مجلة أحوالي الشخصية. خليت ضربة معناها من تهيرات التونسيات. وبعد يكون قصة أخرى اللي هي معروفة في الحب وفي الإسواق، معناها أنه تخرج من أزمة، وهي قصة ساندريان ساندريلا. وبعد هذيك طبعا باش يكون الكونكور، البنات باش يعرضوا من هن، شنو عملوا، شنو قراوا، الحاجات اللي يتعدوا بيها. كل واحد باش تقدم روحها من ولجنة التحكيم في هذيك باش تختار ستة الأوائل اللي تراهم باش يجاوبوا من بعد على السؤال اللي يحسم من هي تكون ملكة جمال تونس والوصفة الأولى والثانية والثالثة. مدام عايدة، برشا في الناس يسخيلوا أو مازال الكليشي يدور أنه ملكة جمال سي بازي بيرمون على الجمال الفيزيك. شنو تحب تقول للناس اللي بيان سور مازالوا يخموا اللي الميس تونيزي سي جوست فقط هو الجمال، يعني البوتي فيزيك فقط، اللي هو برشا لما حالة جاوب بحضانا أثبتوا عكس ذلك؟ هو راهو ما نجموش نرفضوا أنه أول حاجة تشوف عندها، تشوف الإنسان فيها هو شكله. صح، أول حاجة بتشوف شكله، هو ما ترتاح ولا ما ترتاح. لكن هذوما ثلاثة دقائق لولانين، بعد ثلاثة دقائق لولانين باش تولي تلوج الحاجة الأخرى اللي باش تشدك ليه، يا أما هو عنده لياقة ولباقة وحضور وكلمة وأفكار، وهذوما تشوفهم بالكلام، ومن بعد تمشي للدرجة الأخرى اللي هي شنو عمل، شنو يعمل. بس تكون جمال، وهذه احنا جمعية ثقافية، والشغل متاعنا الشغيل هو أنه تأثير الشباب في مفهوم الجمال والجمالية. الجمال شكل طبعا لازم يكون موجود، لكن راهو كل واحد كيفاش يراها الشكل نتاعو، مكتوب بالموضه، بالواحد يحبها سمره، يعني
واحد يحبها بلوندة يعني أزرق، والآخر يحبها سودة، والآخر يعني كل واحد وشنية المعايير متاع الجمال عنده صح، هو يحببها في نظر. لكن من الناس الكل عالميا موافقين فيه هو عطاء الكوميونيكاسيون، يعني كيفاش الحضور متاعك انت تقنع ولا ما تقنعش، انت تواكب المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعطي روندمان في بلادك او في الجهه متاعك، او انك اقتصرت على انك جميل شكلك قريت وقريت دبلومات وقريت كتب وقعدت غادي، معناها ايام هذوكم باش تستغلهم باش تعاون بهم روحك وتطور بهم من نفسك صح، باش تطور بهم فلوس، والا باش تكون كيما الشمس تزرق على الناس الكل وتعطي الأشعة متاعك وتدخل بها الناس وتخلي العباد تحب بعضها، أنك تعاون الإنسان مهما كان حتى وكان ما عندك اتصال به شخصي عائلي أو أنك بيعطيك المردود أو حتى يرجع لك حتى الكلمة، حتى ساعات واحد يعمل الخير بيستناش حتى بمقابل صح. بغير مقابل واضح. يدور لي هذه يعني إجابة كافية باش تفسر معناها شنو الغاية زادة من ميس تونيزي 2023. مشكورة جدا مدام عنتر اللي خديت بيان سور في الوقت اللي نعرفوا اللي توا فما بروغرام قاعد صاير، وبيان سور في تحضير لسهرة الاختتام. الوغ ديجا اليوم عندهم كما كنا نسمعوا في مدام عايدة عندهم ديفيلي دمود، وفما العديد من الشبان يعني اللي صموا الازياء اللي عرضوهم البنات، وباش يكون فما ايضا بالنسبه للغدوه باش يكون فما عروض لمنتجات تونسيه فاخره بصنع يدوي 100%، وباش يكون تذوق زاده لاطباق محليه اصليه تم تحضيرها من قبل ملكات جمال تونس. الو كيما نعاودوا نذكروا اللي نهار هو باش يتم الاعلان على ملكه جمال تونس. نتصور الاولاد ما كومش من الجماعه اللي يعتبروا اللي معايير الجمال هي فقط في الجمال يعني الفيزيك. بالطبيعه هذه حاجه معروفه، معايير الجمال في المراه ولا في البنيه هي تكون معناها في بدنها في الكور بتاعها، حاجات ثانويه اللي هما باش يزينوا معناها المقياس هذاك ولا المعيار هذاك اللي هي اللبسه والمعاش كما كانت تحكي قالت معناها ثم الفكر قالت ثم دي ستيليست باش معناها باش يلبسوا باش يخدموا معناها حاجات مزيانه باش يكملوا بها الفينومين هذاك، وحاجه حلوه برشا وتزامنت معناها الحاجه هذه كما نقولوا تزامنت في مع عيد الحب باش تجي قبل 14 فبراير، حاجه باهيه هذوك الحب والجمال يلتقيان. الجمال هو لما حاله هي كانت تقصد مدام عايده هو جمال الروح غير ما ماهوش يعني فقط الجمال الفيزيك، هو جمال الفكر، جمال يعني العقل، أقل جمال الثقافة. لكن هي المسابقة هي الجمال لا بالعكس، هذا اللي كانت توضح فيه اللي هو ماهيش غيالمون الجمال الفيزيك، نحكيه على دوبل جمال اللي هو الجمال الفيزيك، وعندما ما يولي جمال حقيقي كان ما يتلقى معاه جمال الروح وجمال الفكر. أمير عندك ما تضيف؟ والله هو هذه ساعة إجابة لك الجماعة اللي حكينا فيه مقبل وقت اللي جتحلنا الميس لهنا، كلي ما تلقاه ما يتهش بقص العافية وعنده فراغ في حياته كلها مكسبه معناها قهوة مصباح الليل وقاعد في قهوة نبر على عبيد. هذه أكثر جواب أنه راهي هذه المسابقة هذه راهي ما هيش تعتني كان بالجميلة كهو هو عينيها ولا خشمها ولا فمها ولا بدنها، راهو لهنا تحكي كما قلت راهو يحكي ويوصلوا في دي ميساج بالضبط، تحكي لك على رجعوا حتى بالتاريخ القيروانية وغيرهم بالضبط، باش يعرفوا برشا موروث تاريخي قديم وعندهم برشا حاجات. دونك هنا هذه على الاقل اجابه لك التفه هذوكم اللي انا قلبي معبي عليهم حتى ما كان نهار معناها الناس ما داخله ما تعمل يشدوا عبد في قدامهم يا شو خشمها شو عينيها اي صحيح هذا حق عليها كيفاش هذه درج نوع، وهو لطف يا ربي معناها كان يعمل درج مع المرايه في روحه تو مع الشيوخ المرايه مالوغيزمون فما برشا معناها بربي يا ناس نرتقوا شويه ونسبوا الحكايه هذه للاخر. راهو في العالم الكل راهو ملكه الجمال راهم بعد ما يختاروهم
راه يولي عندهم مشروع، صح، مشروع كامل ثقافي، مشروع حضاري، معناها مانيتير انساني، والموضوع الانساني معناها تولي سفيره نتاع نوايا حسنه، راه معناها برشا حاجات. دونك اختارنا ما كل نركزوا على كل التحويج، التنمر، التنمر على العباد. كي نحبوا نحكيوا في موضوع ناخذوه من الجانب الكبيره نتاعو، صح، وهذه الاجابه هكا بالضبط. هذه هو يعني فوالا، هذه كانت يعني مساج، وحبينا انه نوضحوا الامور بما انه لي زيليكسيون لي ميس تونيزي 2023 قربت، وباش يتم الاعلان على شكوني الميس. دائما نقول راهو الجمال ما يتقال، ما تكون كلمه كامله وشامله جمال وقت اللي يلتقى تتلقى العقل الجميل بالوجه الحسن. الوغ والوجه الحسن كما قالت مدام عايده زيد، راهو سا ديبون لي ستاندار نتاع كل زين، يعني نتاع كل انسان وكل وكل شخص، ولكن تبقى دائما جماليه الروح هي وجماليه العقل، خاصه جماليه العقل والقلب والثقافة وجماليه الانسان من داخل. كيف كيف زيد، هذا هو هذا اهم حاجه، هذا هو غاية ميس تونيزي بيان سور 2023 وكل الأعوام. ديجا مشكورة مرة أخرى مدام عايدة عنتر اللي دخلت معنا ومتتنا بكافة التفاصيل في تور دو تابل. تور دو تابل، يلا احنا مازلنا متواصلين.